حبك تافي حبيبي. دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقي عالدايم بضوية مصروع مجد وغار، عالبرج العالي وسط خيالي وسيوف تلالي، شمسك ما تغل لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب مكتوب اسمك يا بلادي، شمسك ما بتغيب لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب مكتوب اسمك يا بلاد، شمس الما بتغيب لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب. في الوقت الذي صدحت فيه حنجرته في العاصمة اللبنانية بيروت، هب الشعب الفلسطيني العظيم من كافة أصقاع الأرض لمؤازرته، سرق ملايين الأفئدة والأحاسيس والعيون، وعندما غنى للوطن فلسطين فجر الأرض إحساسا وشموخا، أحبته العروبة من المحيط للخليج، وهتفت له الجماهير في القاهرة والرباط والدوحة وبغداد وعمان وتونس وأبو ظبي وكافة عواصم وطننا العربي. أشاد به عمالقة الفن العربي، رفع اللقب والعلم في سماء العالم ليعلن ميلاد نجم النجوم محبوب العرب الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين. أرحب بك عبر معا، أهلا بك. خير ورحب فيكو في بيتي أكيد في معن. نعم، إذن يعقوب الآن في قلب فلسطين، في بيت لحم، في المنشأ والأصل وبداية الحكاية أكيد. ماذا تقول لملايين من شعبك الفلسطيني والعرب الذي دعمك بقوة؟ بداية مساء الخير إلى كل كل بيشاهدونا عبر فضائيات معا. أنا بشكر ربي على النعمة اللي صارت معي، وعلى أنه محبة الناس يلي هي رأس مالي كان هي سبب في نجاحي. بشكر شعبي والكل، كل الناس تعبت لي وصوتت لي. يعني مزبوط أحكي يعقوب شاهين محبوب العرب، ولكن هذا تعبهم، وهذا اللقب مش إلي إلهم أكيد. جميل. وهذا التعب يلي كل الناس تعبتوا معي، وكانت تتأثر لما أنا بتأثر، كانت تفرح لما أنا بفرح، كانت تصوت لي وأنا بحاجة لدعم. هذا النجاح إلي، يعني زي ما أنا تعبت همي كمان تعبوا، فكل هذا النجاح بهديهم إياه. وبشكر ربي أني أنا قدرت أدخل فرحة وبسمة عوجوه كتير ناس، خصوصا عوجوه شعبنا الفلسطيني يلي بحاجة هذه الفرحة وبحاجة هاي البسمة، لأنه إحنا تعبنا كتير. جميل يعقوب، أكثر نسبة تصويت في تاريخ البرامج المسابقات الغنائية وللمواهب العربية كانت ليعقوب شاهين، ملايين مؤلفة تعشق يعقوب وتتابع يعقوب، ماذا تقول لكل شخص صوت ليعقوب أو حتى تابع البرنامج؟ طبعا كلمة شكرا ما بتكفي، بس دعطيهم وعد صغير مني أني أنا بني آدم وفي كتير، وبوفي له الجمهور يلي حبني يلي وقف جنبي في 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 الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. بدي أضلني زي ما أنا، وبدي أحافظ على اللي وصلت له، وبدي أستمر، وبدي أنجح، وبدي أخلي الناس كلها تحكي إنه إحنا صوتنا له وتعبنا وصوتنا ما راح على الفاضي. وإن شاء الله يا رب هذا راح يصير، وإن شاء الله الله بيقويني على الحمل اللي أنا فيه، لأنه هذه الشغلة فعلا فعلا حمل كبير علي. يعني ما بعد اللقب صار الحمل أكبر، ومسؤولية. صحيح. مسؤولية شعب، أني أنا بمثل شعب، مسؤولية. أنا بطلت ملك حالي اليوم. نعم. اليوم ملك الشعب الفلسطيني، شخصية عامة. صحيح. مظبوط، ملك كل شخص حبني في العالم والوطن العربي. يعني هاي نعمة من ربنا، وإجماع كل الناس ونسب تصويت عالي، هذه كتير مهم. واللي أهم من هيك، اللي ربحته أهم من اللقب، هو محبة الناس، لأن هاي هي النعمة وهاي هي الكنز يلي كتير ناس ما عندهم إياها. أنا بشكر ربي أنه عندي إياها هاي الشغلة. كنت تتوقع هذا الحب لهذه الدرجة؟
يعني نحن كنا نتابع كل شيء، كان وضع غير طبيعي صدقني، يعني كان حديث الجميع، الكل يتحدث بيعقوب ويحمل صور يعقوب، وهذا ما شاهدناه. الحمد لله. شو سر حب الناس لك؟ هلا اوكي صوتك حلو وامور وشخصيه وحليوه والبنات اكثر من الشباب بس انت برايك شو السر اللي خلى الناس تحبك لهالدرجه؟ تواضع، تواضع رهيب في يعقوب حبيبي. السر انا بحكي لك شو هو، وانا بحب المشكله ما بحب يعني لما بحبش احكي عن حالي ولا بحب احكي شو انا ولا مين انا، بس انا فعلا وقسما كل شيء عملته كان مشاعر صادقه، لان انا بعرفش امثل ولا بحب امثل، واللي بيمثلوا ببينوا صحيح، واللي بدهم يجي ياخذوا مواقف ببينوا، واللي في قلبك على لسانك هذا هو، والناس ذكيه، الناس بتميز، والحمد لله يا رب، هاي نعمه هاي الحمد لله. نبدأ في مشاعر إعلان النتائج، يعني إحنا في البيت فيش مشاعر، وإحنا مش يعني الموجودين في البرنامج، كيف كان برنامجك مع هالخط الأحمر وراك ومع الصوت اللي وضعته قناة؟ يعني بس ينحط هذا الصوت لحاله هيك الأدرينالين تحلم فيه أنت، لسه بتحلم فيه الصوت وهذا اللون الأحمر اللي بدخلك في جو التوتر صحيح. مش سهلة، تعرف كل الأسبوع إحنا بنكون نتدرب نتمرن بنكون نحضر، يعني الأسبوع بدنا نغني ونحضر للبعد بنكون، ومش سهل هذا الإشي، وبيجيك تعب النتائج والضغط اللي بنكون فيه، هون خلص نفقد الأعصاب، فقط الصلاة هي بتكون المعينة لنا صحيح، ومن هيك خلص نذيب. حب لجنة التحكيم لك سواء حسن الفنانة أحلام ووائل كفوري، وأيضا نتحدث عن الفنانة نانسي عجرم، هذا الحب كيف كنت ترجمه؟ حتى لما انتقدت أحلام بعض أدائك دفعك أنك تحسن من وضعك وأخذت اللقب أكيد، وهذا النقد البناء أكيد، يعني أنا بجوز أكثر إنسان بتقبل النقد، النقد البناء والنقد اللي ما فيه تجريح وأي استخدام لكلمات نابية، عرفت كيف؟ النقد البناء أنا كتير 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 بحترمه وكتير باخده بعين الاعتبار، حتى وأنا يعني مش بس من اللجنة، كتير موسيقيين فلسطينيين تواصلوا معي، كنت أحكي لهم أي تعليق أي إشي خبروني، أعطوني النقد قبل المدح طبعاً، ليش تحكي لي أنت ممتاز وأنا يكون عندي غلطة واحدة؟ لا أنا مش جميل. ممتاز، بدي أصل لمرحلة أكون 100% فيها، لأنه وصلت مرحلة من بعد ما والي من هواه خلص ممنوع تراجع عنه صحيح، فدائما كنت أتقبل النقد، حتى الفنانة أحلام يعني الشاشة ما تبين بس هي كانت تحبني ومعزتي من بين كل المشتركين معزة خاصة، وكمان نفس الشيء أستاذ وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم أستاذ حسن جدا رائعين معي نعم. يعني أي تعليق أعطوني أنا ما كنتش أزعل، في كتير ناس على السوشيال ميديا كانت ما تتقبل هذا الإشي صحيح، ما كنت بالعكس داخل بعين الاعتبار واثبت له اني انا بغني منيح، والدليل انك اخذت اللقب طبعا الحمد لله. شو صار مع احلام بعد البرنامج راسا؟ يعني صار في تفاعل كبير من شعبك الفلسطيني غير عليك وبحبك وبده يدافع عنك يعني، وانت قلت انه بتتقبل النقد، بس شو صار مع احلام راسا يعني في الكواليس؟ طلع بدي احكي لك شغله، يعني برنامج خلص ولا في الي ولا في علي زي ما بيقولوا، بس واحد بده يحكي كلمه امام الله، النقد الأجاني من الفنانة أحلام من قد ما هي من جوا فعلا بتحبني وما بتحب تشوف مني الغلط، ما تقبلتني بهذا اللون، وهي كانت مصدومة لأنه كانت حاطة أمل أنه يعقوب شاهين يعني برأيها أنه هو بده يوصل، هو بده يأخذ اللقب إلى ما لا نهاية، وفعلا بحتاج يعني صوت وأداء وشخصية يعني تستاهل أنه يكون، ما تقبلتني بهذا الشيء، فكان رد إلي شوي قاسي نعم، ولكن بعد ما خلصت الحلقه نادتني قالت لي انا بدي اشوف يعقوب وحكت لي انه انا بحبك وطيبت خاطري، يعني فعلا ضايقت شوي، بس بنفس الوقت يعني نزلت انا على السناب شات وطلبت من كل جمهوري انه انا بتقبل النقد رجاء ما بدناش نحكي اي كلمه ولا نجرح باي حدا، حتى بعد الفنانه احلام طلبت يعني كتبت على السوشيال ميديا انه انا بحبه وصوتوا له نعم، وفعلا هاي الحلقه صحيح. كان عندي تصويت هائل وقتها جميل طيب. الحمد لله احنا محضرين لك يعني الاستاذ محمد فرج مدير فضائيه معنا محضر لك شويه مفاجات حبيبي، الملايين اللي تابعوك كانوا من كافه ارجاء العالم، لذلك راح يكون معنا بعض الاتصالات لشخصيات اعتباريه ورسميه فلسطينيه
نبدأ مع رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا سيد مازن الرمحي. مساء الخير أستاذ مازن. أهلا فيكم. مساء النور. حياك الله. يعقوب شاهين محبوب العرب، هذا النجم الفلسطيني العظيم الذي أيضا يعني أنت في بودابست في العاصمة المجر، وأنت تعيش هناك في العاصمة بودابست عاصمة هنغاريا، تابعته وبالعكس حشدت الجالية الفلسطينية والعربية للتصويت له، ماذا تقول ليعقوب؟ مبدئيا يعطيكم العافية وشكرا على إتاحتنا الفرصة للالتقاء الكبير يعقوب، وإذا هو سامعني بحب سامعك سامعك. مساء الخير أستاذ مازن. على حبيبي قال لك ألف مبروك، رفعت رأسنا، مبروك علينا جميعا. أنت ودندن وجميع اللي كانوا مشاركين معكم. نعم. طبعا الفن رسالة سامية، إحدى رسائل نوجهها دائما إحنا كفلسطينيين، إحدى رسالتنا حتى التحرير وإقامة دولتنا إن شاء الله. كنت مثال مشرف أخينا يا يعقوب، كنت مثال لكل فلسطيني، أديت واجبك على أكمل وجه، وبحب أهنيك وإنك أنت يعني رجعت البسمة لإلنا. حبيبي. شعبنا بيعاني، وإحنا إحدى معاناتنا إنه من قلة الأصوات اللي توصل لصوتنا اللي هو صوت الحق في إقامة دولتنا، صوت التحرير، فأنت إحدى هالأصوات، فألف مبروك إلنا. الله يخلينا إياك. الحمد لله. سيد مازن، في ترتيبات إن شاء الله مع يعقوب إنه يكون في حفلات ضخمة للجاليات العربية والفلسطينية بالتحديد في بودابست أو حتى في أوروبا. يعني إحنا سابقا زي ما كنت تعرف استضفنا محمد عساف. صحيح. موجه له تحية. وموجه له تحية وبشكره على قدومه إلى بودابست. والسنة الماضية استضفنا اللي حقق المركز الثاني في عرب هايدل هيثم خلايلة. هيثم خلايلة كان من أفضل الأصوات، عملنا حفلة كبيرة وكانت معنا مشاركة. نعم صحيح. في استضافته. فإن شاء الله إنه هو يعطينا الفرصة، إحنا بنتمنى طبعا. شرفني أنا. إنه هو يعطينا الفرصة نعمل له حفلة كبيرة يغني فيها لفلسطين. بشرفني. طبعا انت حبيبي حتلاقي هلا كثير تغير عليك الاوضاع، تغير عليك هلا اسم مشهور ان شاء الله تكمل. فاحنا رسالتنا لك انه دائما ضل فلسطين في خاطرك باغانيك بالحانك بصوتك، انه ضل فلسطين هي اهم اولوياتك. صح تصير فنان كبير وحينعرض عليك شغلات كثير، ولكن نتمنى انه صوتك يكون صوتنا كلنا اللي بيوصل مالنا وبيوصل شو فلسطين. فبالتالي احنا نتمنى منك انك تعطينا فرصه انك تيجي عندنا، ونعطيك برضه انك تلتقي بكل اللي صوتوا لك من اوروبا وبالجاليات الفلسطينيه في اوروبا. انا شخصيا حضرت اخر حلقتين، انه كنت كثير متحمس خصوصا المنظر الاخير لما كنت انت ومحمد عساف ودندن على المسرح. صحيح. كانت ليله فلسطينيه بامتياز، جمعت غزة والضفة وأهلنا بالداخل وبالخارج، بما أنه أخونا دندن مقيم في أمريكا حسب معلوماتي. شكرا. أشكر جزيل الشكر سيد مازن الرمحي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. جميل يعقوب أن نسمع هذه الآراء. طبعا. كان هنالك لوحة جميلة في الحلقة النهائية التي تحدث عنها سيد مازن، وهي وجود الجغرافيا الفلسطينية العظيمة، تاريخ فلسطين التاريخية سواء في الداخل الضفة الغربية بما فيها القدس وأيضا غزة، جمعتم الفلسطينيين. إلى أي حد يعقوب جمع الفلسطينيين في أمس الحاجة لهذه الوحدة؟ ممكن صوتنا، صوت الفنان الفلسطيني، يكون أقوى من صوت أي سياسي. نعم. إحنا كشعب عمرنا ما حبينا نتفرق، إحنا كشعب فلسطيني في عنا بس هدف واحد كان عنا، له الاستقلال والحرية. معروف التوجه، معروف توجهنا، وما بنحب ولا بدنا نحب أي تفرقة، لأنه الاحتلال مفرقنا أصلا، والاحتلال مشتتنا، والاحتلال مشتتنا بكل أنحاء العالم. حتى وإحنا عايشين بفلسطين مبعدنا عن بعض. إذا بدي أروح على رام الله بدي أمرق في مليون حاجز عشان أوصل رام الله، ولا إذا بدي أطلع على الناصرة بدي أمرق في 100 نقطة تفتيش وبدي تسريح. فصوت الفنان، صوت الفنان اقوى من كل هالتقسيمات اللي معطينا اياها. فلما اجتمعنا الثلاث فعلا كانت لوحه رائعه، وهذا احلى شيء يعني اللي جمل اللقب، انه احنا كنا الثلاث فلسطينيين على المسرح، ودائما فلسطين رافعه راسها، رافعه راسها فلسطين دائما في كل شبابها. يعقوب، تصرف التصرف مش غريب عليك،
اللي بيعرفك وانا بعرفك من قبل مش غريب عليك، لما تم الاعلان عن اسم امير دندن في النصف النهائي انه تاهل للحلقه النهائيه يعني نطيت نطه ولا رياضي في العالم بنط. قديش علاقتك ممتازه مع امير؟ علاقتي فعلا ممتازه. لو احنا يوم من الايام انا وامير فكرنا في موضوع منافسه كان ما وصلنا اثنين للنهائيات، ولكن احنا برهنا للعالم انه احنا شعب واحد، وهذا اللي كان يصير على المسرح مش تمثيل. صحيح مش تمثيل، كان واضح ومشاعر فعلا صادقه، وكل مره كنا نتاهل فيها اجي عليه ويجي على اول اثنين نعبط بعض ونبارك لبعض، وصلنا اثنين للنهائيات. لما انا واقف وتاهلت اول واحد وتاهل بعدين عمار، واقف هيك ورا المسرح بحكي يا رب يا رب بدي اسمع صوت امير معي، بدي اسمع صوت فلسطيني معي على المسرح. مع احترامي لكل زملائي اللي انا بعشقهم وبحبهم، محمد بن صالح ومهند كمان، انا كلهم عندي علاقات طيبه معهم. لما سمعت امير هيك لا شعوري ممنوع ارجع على المسرح، خلص ما بيصير ارجع انط وادخل على خلا شعوريا، نطيت على المسرح وعبطت امير. واضح كان حتى وقت ذاك كانوا يحطوا لنا الميك اب على وجهنا عشان الكاميرات والاضاءه، وعبطته من ورا طبع وجهي في جاكيت البدله عنده. خلص يعني انا مبسوط اني شفته معي لانه امير بيستاهل وكل الشباب بيستاهلوا، بس ابن بلادي بالنهايه. وامير بادلك هذا الشعور لما فزت. اكيد انت شفت كيف كانت ردت فعله، فيش احلى من هيك. شو صار بعدها يعني يعقوب؟ احنا حضرنا وتابعنا بعض الاصدقاء اللي كانوا موجودين في الكواليس اللي صور مباشر على الفيسبوك. يعقوب كان عم فكر في امير كمان، يعني امير كان مرافق معك، مش عارف انت بدك تفرح بشكل كبير وكمان بدك يعني تحكي كلمتين طيبين لامير. اكيد. شو صار في الكواليس مع امير يعني كيف كانت ردت فعله؟ ومش في الكواليس وانا على المسرح وشوشته بدان وبقول له امير حبيبي انت ايدل. صح والله اللقب، يعني احنا وصلنا الثلاثة فعلا نستحق اللقب، اللقب بالنهاية مسمى، انت لقب عرب ايدل لانه الموهبة ما بتروح، وهم الثلاث كانوا موهوبين والثلاث اصوات رائعة جدا. فبحكي له امير انت الايدل، بقول لي والله بتستاهل يا حبيبي، قلت له لا انت بتستاهل لانه خلص ما بعرف صوته حلو وابن بلادي، وانا وعلاقتي بامير كتير طيبة، وكتير كتير ناس انت عارف مين، كثير ناس حاولت تشوه هاي الصورة بس ما قدرت. نعم مستحيل تقدر تشوه صورة الوحدة الفلسطينية. تحياتنا الكبيرة وحبنا الفنان الفلسطيني أيضا محبوب العرب أمير دندن. أكيد. يعني نجح ووصل إلى النهائي وفعلا الجميع أحبه، وإن شاء الله يا رب يعني مستقبل يحمل له أجمل. أكيد. بكثير. أيضا معنا السيد مازن حساسني وهو نائب رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. يسعد مساك أستاذ مازن. الله يمسيك ونور نبي ويمسي ضيوفك الكرام. حياك الله حبيب. استاذ مازن الفنان الفلسطيني الكبير محبوب العرب يعقوب شاهين بسمعك مباشره عبر معا، شو مشاعركم بهذا الانجاز الفلسطيني الجديد؟ اولا تحياتنا الى القامه الفنيه والقنائيه يعقوب شاهين الذي ابدع، والله يمسيكم بالخير يعقوب. يعني أيضا أهلك الفلسطينيون في تركيا كانوا يعني متابعين لك أولا بأول، وحقيقة كنا مطمئنين إلى فوزك، يعني ما كان في مجال أو ما كان في شك في أنك أنت راح إن شاء الله يعني تتسيد في برنامج عرب آيدول. على كل الأحوال أنا أقول أنه ابن فلسطين وابن بيت لحم الأبية الأخ يعقوب شاهين أضاف يعني جديد إلى الساحة الفنية، وهذا جزء من النضال الفلسطيني. يعني الفنان أيضا هو مناضل بشكل أو بآخر في المساعي للوصول إلى حالة فلسطينية ما متميزة. نحن نحبك في تركيا، كل الفلسطينيون نحبك يعقوب، ونريك السلام والتهنئة، وإن شاء الله إلى ملتقى قريب في إسطنبول تركيا. نعم. إن شاء الله بيشرفني أكون بين أهلي بتركيا وبين الجاليات الفلسطينية بكل الوطن وبكل الوطن العربي وبكل العالم، وأنا والله يعني بدي أبذل قصار جهدي إني أكون بيناتكم وبأسرع وقت، مش عشان بس عشان أشكركم وعشان أفرحكم وأغنيكم وأدخل الفرحة للوبكم. والله إن الشرف وأنا أكثر يا أستاذ، ويعني إن شاء الله رب العالمين يعني المزيد من الانتصارات الفنية إن شاء الله رب العالمين، ويعني أيضا الجالية الفلسطينية وكل المؤسسات الفلسطينية في تركيا بتهنيك حبيبنا يعقوب، وبتهني فلسطين وبتهني الشعب الفلسطيني الذي يحتاج
يحتاج حقيقة إلى هكذا يعني عمالقة فن حبيب. لأنه في رسالة لازم نبذها للعالم إنه إحنا بنحب الحياة وبنحب إنه نعيش وبنحب نكون طبيعيين كباقي الشعوب. نعم أستاذ مازن، أنا بعرف كمان إنه في أتراك صوتوا ليعقوب يعني من خلال علاقاتك صح؟ نعم نعم حبيت أفاجئك فيها، عدي هالمعلومة. هنالك أتراك وهنالك عرب أيضا شارك في التصويت ليعقوب. أنا قلت طبعا. لك إنه يعقوب تقريبا كان الأمر محسوم يعني قبل أكثر من حلقتين ثلاث إنه هو الذي سيتسيد حسمها بدري. نعم نعم حقيقة ويستحق يستحق يعني ليس حبيب. لأنه فلسطيني فقط بل حقيقة يستحق، لديه أداء رائع، لديه صوت رائع، لديه إمكانيات كبيرة وأضاف أنه فلسطيني فأصبحت يعني الله شكرا نهنيك يعقوب ونهني يعني أنفسنا مبروك علينا جميعا ومبروك علينا جميعا كما قلت كل التحية لك شكراً. حقيقة من كل القلب الله يخليك. شكرا لك سيد مازن حساسنا نائب رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، شكرا جزيلا. جميل هذه الآراء خاصة من شخصيات الوطنية الاعتبارية الفلسطينية. أنا يعني ليس لدينا الكثير من الوقت، إن شاء الله نحاول ننجز العديد من الأسئلة الناس بتحبها. بداية، عائلة يعقوب عائلة فلسطينية مناضلة مقاومة، والدك بيشتغل في خشب الزيتون وهدايا وكل هذه المواضيع التي تقدم للسياح الأجانب، شو بتقول عن عيلتك؟ عائلتي أمك يعني أمي وأبوي أيضا في جامعة بيت لحم. أمي وأبوي بدي أحكي لك شغلة، من محبة الناس إلهم، من محبة الناس لإلهم ومن احترامهم لأمي وأبوي أنا نجحت. هاي نقطة مهمة لأنه أهلي مناح ووالدي واحد من الناس يلي مر في ظروف كتير صعبة. نعم. خصوصا بالانتفاضة لما لما كل شغل السياحة وعمال خشب الزيتون بوقفت عشان الانتفاضة، ما في سواح يجوا، تأثرنا نحن. كان يفتح محله وحتى بدون ما يبيع شيء، كان يفتح محله ويسكره زي ما هو، ولكن ظل مآمن في هالحرفة لأن هي تعتبر حرفة من التراث الفلسطيني واللي عم تندثر، وظل محافظ عليها ومتمسك فيها رغم الانتفاضة إلى يعني إلى تقريبا 16 سنة وهو متمسك فيها، ورغم كل الانتفاضات اللي مرت عليه وهو متمسك في هالمهنة يلي عم تندثر. ولكن هاي مهنة بالنسبة لنا مهنة سامية، وشجرة الزيتون باركة الأنبياء وهي شجرة مقدسة، ونحن بنفتخر إنه محظين لليوم هذا التراث. والدتي هي برضو موظفة في جامعة بيت لحم ومعروفة من كل الطلبة، وهذا ليش شجعنا أكثر يعني شجع الناس إنه تصوتني وتحب لي أكثر، تحبني أكثر وتدعمني. فعائلتي من أول يوم، من أول ما اكتشفوا موهبتي عائلتي ما قصرت معي. أبوي وأمي لهم فضل كبير علي، فضل كبير. ظروف مرت علينا صعبة ولكن عمرهم ما قصروا معنا، من تعليم مدرسي، من تعليم جامعي، حتى تعليمي في الموسيقى معهد إدوارد سعيد اللي كان برضه مرات يكلف. نعم. وبالكشافة يعني كان يشجعوك دائما على التطوع. طيب يعقوب، في فتاة بحياتك تحب؟ لا بحبش. هلا مركز على شغلي أكثر، مركز الهدف ما بعد أرب آيدل. بالنهاية أنا بني آدم طبيعي ومن حقي إني أعيش وأعيش حياتي الاجتماعية، ولكن هلا عندي تركيز اللي هو هدف بحياتي ما بعد أرب آيدل والنجاح والاستمرارية، وبعدها أكيد يعني هاي سنة الحياة وهذا إشي طبيعي يعني البني آدم زي غيري. بعد فترة طويلة طبعاً راح يكون تفكير في الزواج ولا نصيب؟ نصيب، وبنفس الوقت في عندي هدف بدي أوصله، هو ما أخذ لي كل تركيزي واهتمامي. شو مواصفات فتاة أحلامك؟ جاي أحصان؟ لا شو بتحب في البنات؟ بداية تحترمني، هاي أهم نقطة، تحترمني، تحترم شغلي وتحبني لأني أنا يعقوب شاهين كإنسان، مش إني مشهور وصاحب لقب، لا تحبني أنا كإنسان. والله عينك على الاختيار يعني صعب شوي صحيح، وتخاف ربنا جميل وتكون رزينة، هذا أهم شيء. لازم تكون فلسطينية؟ أكيد فلسطينية. تز مع احترامي لكل بنات الوطن العربي وشعوب الوطن العربي يلي هم عراسي، بس يعني بنت بلادي لا غنى، أنا ابن هالأرض. شربت شكله أجمل عيلة حبيبي يعقوب. معظم معجبينك صبايا، شو بتحكي لهم؟
بحكي للجميع ولا حتى معجبيني من الصبايا انه جد يسلموا وجد يعني بشكركم وبحبكم من اعماق قلبي لانكم صوتوا لي وتعبتوني وتعبتوا معي نعم وحمريت خلص طيب مش راح تزيد خلينا لقاء تاني طيب. يعقوب انت وصلت بالامس السبت صحيح. للوطن فلسطين نعم. استقبال كبير وحافل في محافظة أريحة على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية انتقلت إلى رام الله كان هنالك أيضا لقاء مع الرئيس محمود عباس وزرت ضريح الشهيد القائد الرئيس ياسر عرفات وبعد ذلك جئت إلى بيت لحم وزيارة لوزير الثقافة بعد نعم وأيضا يعني وزير الثقافة دكتور إيهاب بسيسو تم منحك لقب سفير بيت لحم اللي هي مدينة الثقافة لعام 2020 صحيح طيب شو كل هذا بيوم؟ كل هذا بيوم طيب كيف كان اللقاء في أريحة وصول لرام الله وبيت لحم؟ طبعا وصلنا لأريحة هيك أول ما وصلت راحة نفسية وما اكتمل فرحتي باللقب إلا لما وصلت بين أهلي وصلت وشفت ابناء شعبي واصحابي واصدقائي وعائلتي مبسوطين فرحانين يعني والله هون اكتمل الفرحه تبعتي كان استقبال رائع نعم الحمد لله يعني كل مؤسسات الدوله ما قصرت معنا توجيهات سياده الرئيس للجميع للسفاره الفلسطينيه في بيروت. لبنان نعم سفيرنا اشرف دبور يعني كل التحيه له ما قصر معنا من اول يوم كذلك الامر السفارة الفلسطينية والسفير الفلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية ما قصر معنا حتى شباب السفارة مرافقيننا لآخر نقطة وحتى استلمونا من المطار والحمد لله ما قصروا معنا ودائما هم تابعوا تنقلاتنا ووصلنا لمعابر الجسور أستاذ نظمي مهنا ما قصر معنا وكان موجود بالأردن وهو دخل معنا يعني هذا زي بدل قديش ومحافظ أريحة أيضا كان صحيح. قديش مؤسسات دولة فلسطين بتهتم ومواهب شباب بيهتموا في الشباب الفلسطيني يعني مش واحد خلص بيهتموا فينا بعدها وصلنا لمدينة أريحة وكان عطوفة المحافظ مدينة أريحة موجود وألقى خطاب يعني كلام رائع توجهت معه إلى رام الله ووصلت إلى ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات ووضعت إكليل الزهور وصليت وبعد توجهنا لمقر الرئاسي وزرت فخامة الرئيس رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبعد انتقلنا إلى 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 وزير الثقافة مع الوزير الثقافة دكتور هابسيسو يلي من قبل عرب عادل دعمني وشجعني والتقيت فيه وطلبت لقائه وكان لقاء جدا رائع الحلو انه سامعك على الهواء حبيبي يعني انت جيت على ذكر معالي الوزير دكتور ايهاب مساء الخير وحضرتك دعمت بالقوه فوز يعني يعقوب شاهين وايضا حتى وصول الفنان الفلسطيني ادل الكبير امير دندن الى نهائيات عرب ايدل ومنحت لقب سفير بيت لحم للثقافه 2020 ليعقوب شاهين اللي سامعك معالي الوزير شو بتقول بدايه نعم في البداية يسعد مساكم عزيزي سامر ويسعد مساك يعقوب والمشاهدي شبكة معا شعبنا الفلسطيني والعربي بكل تأكيد كانت لحظة بالغة الأهمية حين شاهدنا فوز ابننا يعقوب شاهين بلقب عرب آيدول لهذا الموسم وبكل تأكيد هذا يعد إنجاز ليس فقط ليعقوب وليس فقط أيضا للفن الفلسطيني ولكن أيضا لجيل الشباب الذين شاركوا في مختلف الفعاليات الثقافية وتحديدا عندما نتحدث عن عرب آيدل 14 شاب وصبية من فلسطين شاركوا ووصل إلى نهائيات وأمير واستطاع يعقوب أن يحصل على اللقب أعتقد أن هذه رسالة تحدي وإرادة وأمل وعمل قام بها شباب فلسطين يعقوب الآن هو عرب آيدل يعقوب الآن هو محبوب العرب ويعقوب هو ابن فلسطين ابن بيت لحم بكل تأكيد هذه رسالة لها الكثير والكثير من المعاني ونحن نفتخر بيعقوب بهذا الإنجاز وليس غريبا أن يكون هذا الإنجاز هو فعلا إحدى العلامات التي من شأنه أن تشكل رافعة للعمل الثقافي تحديداً ونحن نعمل ساعة
في خضم الاستعدادات لبيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020. أعتقد أنه نعم يعقوب هو سيكون سفيرنا لبيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020، وهذا الاختيار لم يأتي من فراغ. هذا الاختيار جاء نتيجة عدة عوامل: معرفتنا بيعقوب، أخلاق يعقوب، تواضع يعقوب، صورة يعقوب الإنسانية، خدمته للمجتمع ولشعبه، عمله التطوعي، أيضا انخراطه في الحركة الكشفية. هناك الكثير من الصفات والكثير من المعاني، إضافة إلى موهبته الفذة في الغناء، كلها اجتمعت بأن يكون هو فعلا هذا السفير الذي يستطيع أن يحمل عنوان بيت لحم عاصمة للثقافة العربية في عام 2020 ليجوب به العالم ويجوب به المنطقة العربية. كلنا فخر بيعقوب وبإنجازه، ونعتز به فنانا وأخا وصديقا، ونتوقع من يعقوب الكثير والكثير من العمل، لأن في داخل يعقوب الكثير من الإرادة لكي يكون فعلا عنوانا مهما لبيت لحم عاصمة للثقافة العربية في 2020 وما بعد بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020. شكرا، شكرا لمعالي وزير الثقافة دكتور إيهاب سيس، وشكرا هذا إطراء أيضا يعني جميل من معالي الوزير الشاب. يعني بشكر دكتور إيهاب، يعني بدي أحكي لك شغلة. من قبل ما أطلع البرنامج طلبت أني أقابل معالي الوزير دكتور إيهاب، فتعرف كان بني آدم طبيعي يعني وزير وكذا، هيك صعبة كانت علي. قلت كيف بدي قابلني ولكن ولا أروع من هاللقاء يلي أعطاني ثقة بنفسي وخلاني يعني كسبت شغلات من الدكتور إيهاب فعلا ساعدتني وثبتت خطواتي في مسيرتي في أرب آيدل. اللقاء كان 4 ساعات ما شاء الله، وحكينا كتير وأعطاني نصايح فعلا فدتني. ودكتور إيهاب عارف كل شغلة أنا عملتها كانت من قامة وطنية أيضا أكاديمية كبيرة. نشكر ربنا، نشكر ربنا إنه في فلسطين يعني مثل أمثال دكتور إيهاب والله. طيب جميل جدا. يعقوب، الأسرى الفلسطينيين أسرى الحرية، نعم، هؤلاء العظماء الذين نرفع لهم القبعة أرسلوا لك رسائل عديدة، كانوا يتابعوك يعني حتى يرسلوا لك رسائل. نعم. ووجودك في البرنامج، شو طبيعة الرسائل وشو بتقولهم؟ يعني إن شاء الله بسمعوك عبر إذاعات يعني بالسجون. تحية للأبطال، أو شو هم أبطال، ويعقوب شاهين مش بطل، هم الأبطال، هم يلي قضوا في عمرهم خلف القضبان من أجل قضية سامية، وأبطال هم من ضحوا بأرواحهم من شهداء فلسطين كرميل هاي القضية، هم الأبطال، هم اللي بيستاهلوا ضرب التحية لهم. طبعا والله طبعا. من أكثر الأشياء اللي كانت تعطيني الدعم النفسي العالي الرسائل اللي كانت توصلني من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، يعني من أكثر يعني أنا في رغم تعبي هناك كنت أحكي يا الله، يعني حتى أنا هذا اللي بدي إياه، بدي كل الناس، بدي الناس المحتاجة للفرحة، محتاجة لوقفة العز توصلها هاي الرسالة مني، وفعلا كانت توصل. يعني كنت أشوف رسالة المحبة، حتى في منهم رسموا لي لوحة وبعرف كيف هربوها، يعني أنا فلسطيني إيش حدا بيقدر علينا لو حطونا مش في سجن، أنجبوا هم جوا السجن. يعني والله هذا شعب عظيم. والله فبحكي لك يعني كانوا يعطوني طاقة رهيبة إني أنا بغني، ما كنت أطلع المسرح فكر أنا بغني لهدول الناس، بغني لأمهات الشهداء اللي بيحتاجوا فرحة منا، يلي كتير منهم أحكوا معاي. يعني في بيروت أحكت معي أم شهداء، بيقولوا عنها أم الشهداء، هي أم لأربع شهداء فقدوا في الحرب. أحكت معي بتحكي لي يعني أنا من 27 سنة ما دخلش الفرحة لبيتي إلا والله دمعت لما سمعت هيك، وعدت أني أرجع أزورها إن شاء الله الأسبوع هذا، بس أرجع لبنان رح أرجع أزورها. قلت له والله لأبوس جبينك، لأنه هذه هي الفرحة. أنا شو يعني شو أنا بس أغني وأعمل فلوس وأنشر؟ هذه الرسالة لازم كل العالم يعرفها، كل العالم لازم يعرفها، وكل شخص فلسطيني دخل الفرحة لقلبه. أنا بالنسبة لي هذه الفرحة. وبدي أحكي شغلة واحدة، إنه إحنا لما منغني ما منغني عشان ننسي العالم قضيتنا، نحنا منغني ومننجح عشان نفرج العالم إنه إحنا فلسطينية أصحاب قضية، ومن رغم كل هاي المعاناة إحنا قادرين ننتج ونبدع ونضلنا رافعين علم بلادنا. وانا متاكد انك راح تعرض قضايا وطنك وعلى راسها الاسرى امام العالم من خلال الغناء. طبعاً
والمبعدين وكل فلسطينية الشتات. يعني أنا شفت في لبنان فلسطينية الشتات قديش متعطشين، قديش شعب يعني كانوا في المسرح، ولدوا كانوا المسرح دائما ولدوا في لبنان وعندهم انتماء أكثر من العايشين هون، يعني مش طبيعي قديش كانوا يحبونا، يقدمونا بس شو بدكو، واقفين كانوا معنا واقفة، يجوا على المسرح ما يعرفوش الإدارة البرنامج منين أجوا هالفلسطينية، دعم ومحبة، تكاثف حوالينا، انتماء لتراب فلسطين، إشي لا يوصف. طيب الله. جميل، تحية عظيمة لأسرانا البواسل في السجون أكيد. الإسرائيلية، يا رب الله يفك أسرهم إن شاء الله، بيكونوا يعني بين أهلهم وحبايبهم، وبيكون في أغنية أيضا لإفراج عنهم بإذن الله. أكيد يا رب. يعقوب بعجالة، بدأ يعقوب شهرته محليا واضح كان من خلال برنامج نيو ستار عبر فضائيات معا، كيف كانت تجربتك في معا وكيف سهلت لك الوصول للعالمية؟ برنامج نيو ستار هو بدنا نحكي البرنامج الرائد على مستوى فلسطين، بال 2012 ربحت اللقب واعطاني انطلاقه كثير كبيره وقاعده جدا رائعه في فلسطين. مشاهد الصور يا يعقوب كان صغير يعني طلع يعني مستحيل كان عمر كم كان عمرك عشان نعرف عمرك اليوم كم كان عمري اليوم قديش اليوم 23 سنه لسه ما شاء الله اول عمرك يعني كان يعني تحكي 17 سنه هذا يعقوب نعم. طيب شو كيف كان التجربه في معان وكيف انطلقت؟ كانت تجربه رائعه، كونت لي قاعده جماهيريه رائعه وزادت من قناعتي وزادت من إصراري إنه أنا بعد ما وصلت صوتي هون في فلسطين بدي أخلي كل العالم تسمع صوتي. من بعد نيو ستار أنا اختلفت حياتي، ثبتت خطواتي أكثر، كان إله فضل ما بنسى فضل هالمحطة، فضل هالبرنامج ما عمري بنساه، يعني قواني جدا نعم وشجعني إني أوصل صوتي للعالم. إدارة معا يعني أعطت تعليمات لدعم المشاركين الفلسطينيين في برنامج أرب أيدل، سواء يعقوب شاهين أو أمير دندن، كان هنالك في تقارير وصلت إلى ملايين من المتابعة والمشاهدة يوميا، كان هنالك عرض لمواهبكم ووصولكم وتألقكم. ماذا تقول لوسائل الإعلام الفلسطينية بينها معا أكيد. وأيضا يعني مدير فضائية مع الأستاذ محمد فرج أو حتى رئيس تحرير الدكتور ناصر اللحام والمدير العام المهندس رائد عثمان، يعني حتى لم يبخلوا في ذلك، يعني هذا إذا بدل على شغلة واحدة بدل إنه هل هالصرح الإعلامي وفي لكل أبنائه، وفي لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولأبناء هذا الصرح الإعلامي. نعم. يعني أنا مظبوط ربحت لقب واتجهت على لبرنامج أرب آيدل، ولكن ما تركتون، هذا بدل على شيء، بدل فعلا أنتم ناس من قلبكم بتعطوا للشعب الفلسطيني وتستاهلوا الأفضل، وبرضه فعلا كل الصحافة الفلسطينية بشكل عام، كل الصحافة العربية وخصوصا الصحافة الفلسطينية اهتمت فينا من اول يوم ودعمت لنا وصوتت لنا، يعني فعلا نحن شعب يعني مش طبيعي شو هالمحبة هاي، يعني فعلا ما شعرت في هالتكاثف وفي هالانتماء الا لما جربت في هالبرنامج، وكل كل الاعلام الفلسطيني كافة أشكاله ما قصر معنا فعلا، فضيت معنا وكل القائمين عليها، دكتور ناصر وأبو كرم وأستاذ محمد، يعني ما قصروا، حتى أنت تامر كنت تتواصل معنا صحيح، وإحنا موجودين أنا وأمير في لبنان، كان مفروض يعني نعمل تصوير حلقة في قلب بيروت أكيد. لكن الحمد لله يعني هذا شرف وجودك معنا اليوم حبيبي، أول لقاء بداجي عمي. أول لقاء عبر فضائية بعد البرنامج كان لمعن، هذا شرفنا. أيضا نذهب مشاهدينا الكرام نتحدث عن الجانب السياحي مع وزيرة السياحة الدكتورة رولا معايعة. أهلا بك معالي الوزيرة. يعقوب شاهين ابن بيت لحم مهد المسيح وابن فلسطين يسمعك الآن بوضوح، ماذا تقولين له وتباركين له معالي الوزيرة؟ أهلا فيك، وأنا في البداية بحب أبارك مش فقط ليعقوب شاهين، لكل أبناء شعبنا الفلسطيني صحيح. على النجاح المميز للأخ يعقوب شاهين، حقيقة أنه الأخ يعقوب هو مصدر فلسطين على أكمل وجه،
احنا دائما نقول ان الشعب الفلسطيني مبدع، الشعب الفلسطيني بيبدع في كل شيء، بيبدع في العلم، بيبدع في الثقافة، في المقاومة، في كل شيء، وأبدع في الفن، وهذا اللي شفناه خلال الفترة الماضية، وطبعا اللي تجسد من خلال النجاح اللي وصل له الأخ يعقوب شاهين. أكيد هذا كان نجاح لكل فلسطين، أكيد كل فلسطيني سواء موجود كان داخل فلسطين أو خارجها حس وشعر إنه هذا نجاح للكل، وهذا صورة جميلة جدا أعطاها يعقوب لكل فلسطين. نعم، معالي الوزيرة، يعني كيف ممكن يعقوب شاهين أن يساهم أيضا في التعريف بفلسطين بهذه المناطق الدينية العظيمة، سواء في المسجد الأقصى المبارك، كنيسة المهد وكنيسة القيامة وكنيسة البشارة وكل معالم فلسطين التاريخية، كيف ممكن يعقوب أن يساعد في ذلك؟ يعني هو ممكن أن يساهم بطريقتين، يعني بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. يعني إحنا في وزارة السياحة والآثار دائما منعاني ومنشتغل بقوة من أجل أنه نغير الصورة اللي برسمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، اللي برسمها الاحتلال ضد شبابنا وضد ثقافتنا، عشان بده هو يستفيد من كل شيء، ما بدهوش إنه الفلسطينيين يستفيدوا. وجود شاب مثل يعقوب أكيد هو بعطي صورة حلوة، صورة جميلة جدا على الشعب الفلسطيني، وأكيد بصورة مباشرة إذا هو غنى لفلسطين، غنى وكان في ذكر لأهم المواقع السياحية الموجودة في فلسطين، أكيد هذا ترويج للسياحة في فلسطين. يعني بعطي مثل إنه لما هو كان قاعد بغني في لبنان في عرب آيدل، كانت ساحة المهد مليئة بكل الشباب الفلسطيني، صحيح. وكان وراء ساحة كان يعني بالصورة واضح جدا كنيسة المهد، هذا كمان نوع من الترويج لفلسطين، لبيت لحم، لكنيسة المهد، ممكن يغني في القدس ترويج للأقصى، لكنيسة القيامة، للحرم الإبراهيمي، لكل المواقع أيضا، مش فقط الدينية، المواقع الجميلة في فلسطين، لأنه كمان عندنا فلسطين غير عن المواقع الدينية والمواقع التاريخية، هي كمان طبيعة جميلة، ممكن أغني عن الطبيعة في فلسطين، عن كل شيء جميل في فلسطين، وهي الصورة تنتقل لكل العالم، سواء للعرب، للدول الإسلامية، وحتى كل دول العالم. نعم، شكرا، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي دكتورة رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، شكرا جزيلا. أيضا يعني مشكورة دكتورة رسالة، أكيد طبعا، يعني برضو رسالة لازم كل العالم يعرفها، أنه نجاحي أنا في البرنامج، نجاحي يعقوب شاهين ابن مدينة بيت لحم، هي رسالة لكل العالم، رسالة أنه الشعب الفلسطيني إيد واحدة، تعايش مشترك، ما في إشي بيفرقنا، ما في أي فكر بشتتنا عن مسيرتنا وعن مسيرتنا الوطنية. هاي لازم رسالة العالم كله يعرفها ويجي يتعلموا منا إحنا في فلسطين كيف عايشين، كيف عايشين إيد واحدة، كافة أدياننا كيف إحنا عايشين إيد واحدة وهدف واحد هو الاستقلال والمقاومة. هاي لازم كل العالم في ظل كل الظروف اللي بعيشها الوطن العربي من 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 بؤس، من 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 ظلام، من مشاكل، من نزاعات، يجوا يتعلموا منا قديش احنا عشنا كل هالنزاعات هاي في كل السنين. نعم. تعلموا منا قديش احنا شعب بيحترم الاخر، عندنا تعايش، ولما بنحط هدف بنوصل له، بغض نطلع شو مين الهدف وشو دين الهدف وشو مين هو الهدف، صحيح، نطلع انه هاي فلسطين، الحمد لله، ويا رب الدين المحبة، ويا رب ما تشتتنا ان شاء الله ونضلنا يد واحدة. نعم، ايضا بسمعك وموجود معنا عبر الهاتف رئيس تحرير شبكة معا الإعلامية الدكتور ناصر اللحام، اللي ايدك وساعدك وساندك، وكان دائما يعني خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر فضائية معا يتحدث عن يعقوب، وتحدث بعد الفوز باللقب مباشرة يعني يوم السبت. دكتور ناصر مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لكل يعقوب. نعم دكتور، يعني يعقوب محبوب العرب بسمعك بوضوح، وأثنى على دور معا العظيم وتوجيهاتك أيضا أنت والأستاذ محمد فرج ورائد عثمان في دعم المواهب الفلسطينية، ماذا تقول لي يعقوب؟ أنا أولا بعد مبروك أقول وأؤكد أن الفن هو انعكاس لواقع شعب،
هذا هو الشعب الفلسطيني. وأي نجم في أي مجال هو انعكاس لثمرة كفاح وثمرة صمود هذا الشعب. الفن شكل راقي من أشكال التعبير، تماما مثل الرسم، مثل الرياضة، مثل غيرها. الآن مسؤولية أكبر أنه نحمل رسالة. في لحظة من اللحظات تحولت الأغنية إلى موقف بشكل كامل. الانتفاضة الأولى، حتى ثورة 36، انتفاضة الأقصى، واليوم إحنا بواقعنا. هذا واقع غريب، واقع عجيب، واقع يعبث فيه العابثون ويحاول أن يصطاد فيه العدو في المياه العكرة. يعقوب يمثلنا، أمير دندن يمثلنا، وكل الشباب اللي طلع وسقوا طريقهم مثلوا إمكانية النجاح، إمكانية تفرز هوية فلسطين، ولا أشك في ذلك أبدا. نقطة ثانية تامر، وهي من خلال تجربة عملي كصحفي، يعني بجو حسي للانتصارات، نفسه ينتصر، نفسه ينتصر ونفسه يعبر ونفسه يفرح من قلبه. لذلك وجدنا الساحات المليئة بالشباب والقضايا، الشباب في مقتبل العمر وحتى كبار العمر تقول هذا التلقي وهذا التفاعل هو نتيجة بأنه يريد الشعب الفلسطيني أن يرى ثمرة وأن لا يكتفي فقط بالشعارات. كنا نتمنى أن نحقق شبيات، وتابعنا من قلوبنا وعلى نعم. شكرا، أشكرك شكر جزيل للزميل الدكتور ناصر اللحام، رئيس تحرير شبكة معا الإعلامية. الإعلام الفلسطيني بالعودة إلهم، وكان واضح يعني سواء معا أو حتى راديو بيت لحم 2000، وأيضا الزميل الإعلامي جورج قنواتي، وأيضا هو صديق مقرب لإلك، وأيضا مدير حملتك. مدير حملتي صحيح. شو بتقول لجورج؟ بدي أقول له مبروك لك والله. استحق أيضا. بدي أقول له مبروك لك. نعم، تعب معي كتير، كان واضح، وكل الفريق العمل كان مع جورج، من أصدقائي، من ناس حبوا يشتغلوا من قلب صافي، بشكرهم من قلبي. وكتير ناس تعبت لي صحيح. يعني كتير ناس من أهل البلد، من أصدقائي. عندي شك تسمي لأنك راح تنسى كتار. لا مش كتار اللي بيحبوك. مش أقدر أسمي أنا. والله صحيح. ما راح أسمي. طيب، وأيضا أنسى واحد بزعل. جهد جبار حقا. والله جيش، أنا لما كنت أحكي لهم أنتوا جيش، فعلا جيش. صحيح. جهد جبار أيضا حقا يقال لراديو بلدنا في بيت لحم. أكيد. وأيضا المدير العام الزميل الإعلامي علاء الدين العبد طلع طيارته يوم النتائج وصور بيت لحم. طيارة والسيارة والمطور. الزمامي. طيب. المطور ما شفتوه. بنفرجيك إياه بس تخلص الهواء إذا علاء مجهز لنا إياه. نشوف الاستقبال الكبير، لحظات تاريخية كانت بالأمس في تقرير أعدته لنا زميلتنا المميزة ميرنا الأطرش. وعلنها يا شعب، علنا دولة فلسطين، علنا وبعلمك زينا وعلنها. قبل الأرض فقبلته، عانق السماء فعانقته، رفرف بأجنحته عائدا إلى وطنه بعد أن حقق حلم الكثيرين، مرفرفا بعلمه عاليا. استقبلوه استقبال الأبطال من بوابة فلسطين الشرقية، أهالي مدينة أريحة ومحبيه، وأبناء الحركة الكشفية تقودهم مجموعة كشافة السريان الأرثوذكس التي كان لها فضل كبير على يعقوب منذ صغره. في الكشاف إحنا يعني زي العسكر بنكون، وهذا جزء منه يلي كون شخصيتي. والحمد لله المستقبل برضو المفوضية دعمتني ووقفت جنبي، مشكورين جميعا، ومنحوني وسام الغاب اليوم، وهذا شرف كبير لإلي. بس أنا بوعدهم رح أرجع وأدرس عشان أكون يعني باستحقاق أخذ هذا الوسام. لحظة انتظرها محبوه لعناقه، بينهم والدته التي كانت بعيدة عنه، فقبلها. وفي أول لقاء له مع محبيه في أريحة شكر كل من دعمه، من بينهم الأسرى في سجون الاحتلال. أكثر رسالة شجعتني وأعطتني القوة في ظل الضغط اللي أنا كنت فيه بالبرنامج، هي الرسائل اللي كانت تبعث من الأسرى وتهرب من الأسرى داخل السجون. يعني هذا لحاله شرف كبير ونجاح. وأنا إذا يوم من الأيام
إذا يوم من الأيام بيشرفني راح أغني لكل الشعب الفلسطيني بأسرى وشهداء وجرحى ومبعدين والشتات. من أريحة انطلق محبوب العرب إلى ضريح الرئيس أبو عمار وللقاء الرئيس محمود عباس الذي واكب مسيرته وزميله في المضمار، بل قدم الدعم اللازم لهم مؤكدا على أهمية دعم الشباب صناع المستقبل. بشكر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على دعمه لكل الشباب الفلسطيني وكل المواهب الفلسطيني، وهذا إذا بدل على اهتمام منه، بدل على أنه إحنا دولة تستحق الحياة، ويعني كل مؤسسات الدولة تعمل لقيام دولة فلسطينية على أساس مبني على الشباب، وهذا الإشي كتير مهم لازم كل العالم يعرفه. النجاح اليوم مش بس ليعقوب شاهين، النجاح لكل الشعب الفلسطيني وكل شخص حبني وكل شخص دعمني. يعقوب لم ينسى شكر أحد بما فيهم أحد رفاق دربه الذي وافته المنية قبل 5 سنوات، كان أهم الداعمين له منذ انطلاقه في برنامج نيو ستار فلسطين. أنا بحكي من هون لحبيبي شادي الله يرحمه، بحكي له يا ريتك عايش عشان تشوف صاحبك شو سوى. وصل مدينة بيت لحم، استقبل كعريس، حمل على الأكتاف، هتف له محبوه وحيوه، فهو ابن مدينة السلام التي انطلقت منها رسالة المحبة، وما تزال تقدم تلك الرسالة بأبنائها بفنهم وثقافتهم. يعقوب أول شيء خلوق، ومن هذا الأخلاق كله بتعلمه من الكشاف، وبتعلمه الجرأة وبتعلمه القوة كمان. يعقوب ابن إلي من أولادي، وبحييه وبحيي الأصل تبعه اللي وصلنا المصول هذا، وإحنا بحتياجه دائما بحتياجه. حبيبنا يعقوب شاهين مبسوطين عليه، الله يحييه الله يوفقه، أخذ عرب آيدل، رفع أهل بيت لحم، رفع الفلسطينية لفوق فوق، الحمد لله يعقوب شاهين، فليحيا يعقوب شاهين الله يوفقه. أصبح فنان على المستوى العربي والفلسطيني، ولكنه أصبح سفير لقضيتنا، أصبح سفير للإنسان الفلسطيني والقضية الفلسطينية بإبداعه. أول شيء بهني يعقوب وبهني أهل يعقوب وبيت لحم، بهني فلسطين بهذا الفنان الفلسطيني القديم الجديد، لأنه إحنا كفلسطينيين نعرف يعقوب في عدة مسابقات، لكن اليوم هو فنان على مستوى الوطن العربي وإن شاء الله بيكون على المستوى العالمي. إحنا في شركة جوال جزء من مساهمتنا المجتمعية هي الرعايات اللي بنقدمها، وفي في عدة قطاعات وفئات من المجتمع الفلسطيني، أهم فئة بالنسبة لنا هي الشباب. شعبك يا وطن، شعبك يا وطن، ما يوم انطلق مصمماً الحصول على اللقب، عاد إلى بيت لحم وفلسطين يحمله، وفي أول لقاء له بأهل مدينته ووطنه شكرهم بالغناء لهم، فالآلاف وصلوا من الكل الفلسطيني ليرحبوا بعودة يعقوب منتصراً في قصر المؤتمرات، فناناً فلسطينياً حمل همهم ورسالتهم وسيبقى يخدمهم بفنه وثقافته سفيراً لعالمه. من مدينته ووطنه يحمل رسالة السلام إلى العالم، عاد إليها حاملا لقب محبوب العرب، ويكمل في خطوته وخدمته لوطنه بثقافته وفنه. لفضائية معا ميرنا الأطرش، بيت لحم. هذا هو الاستقبال الفلسطيني الكبير للنجم الفلسطيني الكبير يعقوب شاهين. شو تغيرت بيت لحم؟ طلعت شيء ورجعت ملايين يعشقون يعقوب. الحمد لله. كيف كان الاستقبال بيت لحم؟ صحيح بيت لحم تغيرت كحضور متابع على إلك فعلا لله. وكل الناس مبسوطة، وكل الناس، وأنا فخور في الناس أصلا، هون فخور في أهل بلدي، يعني موقف مش طبيعي،
مزبوط. انا في لبنان كنت متمني بس اجي يوم اشوف البلد كيف فيك متحمسه معي كيف مش طبيعي. وهذا الاشي انعكس على كل فلسطين وكل العالم لما شافوا مدينتي هيك عم تعمل. قال في اشي مش طبيعي. ما الناس ما كانت تعرفني، ما بتعرف مين يعقوب، اهل بلدي كانوا يعرفوني فصار يدوروا شو يعقوب شو كان يعمل شو بيسوي. وحاليا في زي ما بيقولون الشباب 6000 واحد باب معن. يا حبيبي انا بندعو الناس تيجي كمان بدها تعبك اليوم معلش عشان بحبينك. محبه الناس كنز وانا للناس صحيح يعني الناس تعبوا معي كمان. حتى مشاهدينا الكرام بالفاصل دخلوا علينا على الاستوديو يعني محبي وعشاق يعقوب شاهين. يعقوب نذهب لاخر محورين، الاول تحدث عن ام بي سي وجوائز ام بي سي، والثاني ايضا عن المستقبل. الجائزة اعلنوا عنها انها راح تكون $50,000 من المسافر. دولار فرصيدي يا مسافر. نعم. هم حجز فنادق مش كاش، هم فقط حجز فنادق عن طريق تطبيق يا مسافر. جميل. شو كمان في وعقد مع عقد مع ريكورد؟ كم العقد مدته؟ 5 سنوات. في تفصيل على امور نسبة مادية امور ما لسه ما تحدثناش، ان شاء الله الاسبوع الجاي ان الله راد راح اسافر على دبي ونحكي بكل التفاصيل. انا بالنهاية بالنسبة لي عقد مش عقد بالنهاية العقد اخلاقي يعني. بالنهاية اني استمر هذا الحفاظ على هذا اللقب يعني هو الاصعب فعلا يعقوب. فعلا في عندك احتفالات وحفلات قادمة ان شاء الله خارج فلسطين. شو البداية؟ اول جولة راح تكون في السويد بالجاليات. تحدد امتى وخلال الشهر يعني. احتمال الشهر الجاي. نعم. وفي كمان برضو جولات في المانيا استراليا في الولايات المتحدة. في كتير جولات عم تتحضر في الوطن العربي، في كتير برضو جولات الحمد لله. جميل جدا. مشاريع مفكر فيها او يعني بدناش نحكي مشاريع، خلينا نقول البوم اغاني قادمه ان شاء الله. اكيد اكيد يعني خلال سنه لازم يكون عندي البوم وفي اغنيه قريبا راح تكون ان شاء الله. نعم. وايضا بالحديث انه يعقوب بفضل غناء الاغاني الوطنيه ام الاغاني الرومانسيه اكثر؟ انا مش او التريق. انت في كل شيء يعني راح اغني كل شيء. انا بدي اغني وطني، بدي اغني برضه حابة انا اعمل اغنيه تكون هادفه تدخل على قلوب كل الناس، توعي الضمير جواتهم، توعي الانسانيه جواتهم. هذه انا بدي اعمل، بدي كلام يعني يخلي الحجر يحس فيه. جميل. في نهايه حديثنا ماذا تقول للملايين الذين يتابعونك عبر معنا؟ بحكي لكم الف شكر لكم ومحبتي لكم واحترامي الشديد لكم. انا ابنكم، انا اصغركم، بشكركم ومبروك لإلكو مش لإلي. انتو اللي تعبتوا، انتو اللي سهرتوا، انتو ضغطتوا حالكو. حتى الناس اللي ما قدرت تصوت لي لأن ظروفها بتمنعها، بالنسبة لي صوتوا لي وزيادة والله. ودعوا لي دائما بالتوفيق والنجاح، ووعد مني أن أضلني أرفع رايتنا وين ما نروح. ولا شهرة ولا فلوس ولا أي شيء راح يغيروني. عندي رسالة وعندي مبدأ راح أضلني ماشي عليهم، وقضيتي وعالمي راح ارفعه وين مكان بالعالم. شكرا للانساني المتواضع حبيبي. الخلوق الكشفي هذا الجميل يعني. ابن بيت لحم، مدينه عريقه وعظيمه في مدن العالم. الحمد لله افرزت شخص مثلك. الف تحيه الف تقدير، نفتخر بك وسنبقى معك عبر معا دائما لمتابعتك ووصل ايصال رسالتك للناس. شكرا شكرا على وجودك معي اليوم مباشره عبر معا. بالعكس مشكورين على هذا اللقاء الرائع، وانا زي ما حكيت لك هذا بيتي وانا ما باجي على بيتي بكون مبسوط كثير. شكرا للفنان الفلسطيني الكبير محبوب العربي يعقوب شاهين. شكرا. شكرا ايضا على متابعتكم لهذه الحلقه الاولى التي يجريها يعقوب شاهين داخل الوطن بعد وصوله الى فلسطين مع شاشه الكل الفلسطيني فضائيه معا. تحيات مقدم برنامج تامر عبيدات، القاكم على خير، الى اللقاء.